إسمنتية وسط مدينة القامشلي بحاجة إلى حزام من الأشجار يخفف وطأة العيش والتلوث. مبادرة شبابية تقرر زراعة مئات أشجار السرو والصنوبر في هذه الحديقة داخل مدينة تزدحم بالسيارات ودخانها. يزيد التلوث مع استخدام غالبية السكان محركات تعمل بالديزل لتوليد الكهرباء. ضف إلى ذلك قرب مصاف تكرير النفط البدائية من الأحياء السكنية. نحن رح نحاول لحد ما أنه نعمل غطاء نباتي لنقدر بشكل من الأشكال ونحن نخفف من التلوث اللي صار. هذا التلوث اللي منتشر بكثرة سواء بسبب المولدات أو حتى بسبب العدد الهائل للسيارات الموجودة بالمنطقة. رح نحاول كمان عن طريق أنه هذا الغطاء النباتي، مثل ما بتعرف نحن منطقة جافة تقريبا، بركي بيخف عنا شوي الغبرة وبيصير عنا غطاء نباتي للتنفس، يصير مساحات آمنة أيضا للأطفال. تشهد مدينة القامشلي نسبة إعمار كبيرة لا تراعي أساسيات البنية التحتية كتخصيص مناطق لزراعة الأشجار، ولا تحتوي المنطقة إلا على حدائق معدودة، ناهيك عن الظروف المناخية والصحية وتفشي الأمراض التنفسية. نحن شفنا كثير مدن يعني فيها الزراعة فيها ازدهار، يعني نحن كمان نريد بلدنا يكون نفس هالبلدان، يعني عرفت شلون؟ هي طبعا أكسجين للبلد وجمالية. أول شيء نظافة، نظافة هالحديقة وهالبلد. عم نزرع شجر، أيوة، عم نحافظ على بلدنا وعلى شعبنا. ورغم أن تربة مناطق الجزيرة السورية تصلح لزراعة جميع أنواع الأشجار والنباتات تقريبا، إلا أن الاهتمام بدعم الغطاء النباتي يعتبر خارج الأولويات.